نعاود لكم على الطريقة اللي كيفاش تنصب عليا تنصب عليا في البيكالا وتشفرات لي. البلان وما فيه انه كانت عندي انا واحد البيكالا اللي صراحه زوينه، البيكالا اللي كانت قليله ديك الوقت، ما كانتش تبان بزاف، سورتو انها كانت لاند روفر والبيكالا اصلا كانت غاليه. كنت دايره ديك البيكالا تمشي بها الي غوتور للمدرسه، عندي 5 كيلومتر خاجه كامل تنضربها بالبيكالا، ما كاينش المشكل، منها اونطريمون ومنها غادي للمدرسه فابيلو. واحد النهار انا كنت ديك الساعه في الباك راجع من المدرسه، كانت مات لي ديك السيمانه مجدده، وراك عارف الخواطر برك ما ماشي حتى لهي وغادي بزز للمدرسه، وراجع من المدرسه نهار الجمعه غادي نتلاقى مع شكون؟ مع واحد السيد. بونسوار. فين حد الدرب ديالنا؟ تيقول لي الله يرحم بها الوالدين، خويا راه باغي نبيع شي فراخ، الا كنتي تعرف شي واحد انا تيبيع الفراخ وريه ليا، راه بغيت نبيع الفراخ. ديك الساعه بقى واحد نص ساعه للجمعه بحال هكا. قلت ليه الا بغيتي تمشي للسوق النموذج راه يقدروا ياخذوه من عندك. واحد شويه هو يقول لي راه الدار مو الدار، قال لي حيد دوك الفراخ، ما عرفتش اش غندير بهم، الا ما حيدتهمش اليوم غنصدق غير ليحهم ولا قاتلهم. قال لي ما كرهتش نلقى شي واحد اللي تهلا فيهم والله تنعطيهم لي. انا تما طمعت عاودها طمعت. ويقول لي واش انت تقدر تهلا فيهم؟ قلت ليه نتهلا فيهم ماشي مشكل. واش بدا يدور ليا تما في دماغي، تيقول لي راسي ها انت تاخذ من عنده الفراخ وصير ديهم للدار، غادي يفرحوا بهم شويه، خصوصا ان ديك السيمانه راه ما داش سهله علينا كاملين. عدي احشمت نقول هجر صافي. قلت ليه ماشي مشكل، واش انت قريب؟ قال لي هي. قلت ليه صافي مشي وانا وياك. نوصف لكم بعد السيد، السيد بحال هكا، راجل كبير نقولوا عنده شي 40 45 عام، عنده لحيه كبيره بحال هكا، لابس مزيان، تيدوي نقي، زعما السيد ما عندي ما نقول عليه. تمينا غاديين وداخلين الدرب ديالنا، راه الدرب الحي ديالنا داخلين ليه، صافي تنقول زعما امبوسيبل ينصب عليا شي واحد في الدرب ديالنا. ياك فين غادي نمشيو؟ غنمشيو لواحد العمارات ديال الضوحه، مشينا شي نقولوا واحد 300 متر حتى 500 متر. السيد تيعاود ليا خديت من عنده النمره، خدا من عندي النمره حتى العمارات فين كاينين. مشى بحال هكا، وقفت قدام باب العماره بصونا بحال هكا سر ويتحل البال. دخل قال لي ها انت شوف عرفتي اش غتمشي دير؟ احسن مول الحانوت جيب من عنده واحد الساشيات باش تحط فيهم القفوزه، هيك انت ما عندكش قفوزه. قلت ليه لا، قال لي هو سير جيب من عنده باش تحط لك فيهم القفوزه وفيهم الفراخ. قلت ليه صافي مشى. وتفكروا معايا ديك الساعه راه الجمعه كلشي بدا تيسد، تندور 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 ما لقيت حتى واحد. ترجع عنده تنقول ليه خويا راه ما لقيتش هاد الحسن مول الحانوت اللي قلتي لي هنايا في الدور، راه ما كاين حتى واحد هنايا في الدور. انا لقيته ديك الساعه هو واحد جوج كارطونات، جوج درام ديال الربيع ولا ديال النعناع، وشي سكر تما ولا شي حاجه ما عرفت شنو هو حاط تما. احشمت نقول هجر انا صافي. بان لي ديك المنظر كارطونات وربيع، قلت صافي راه دارهم هادي ما يمكنش. انا يا سيدي ديك الساعه قلت ليه لا راه ما كاينش. قال لي لا راه بالاماره يلا خديت من عنده الحليب وكذا. قلت ليه وبلاتي منعاود نشوف لك. مشيت عاوتاني تنقلب لقيت كلشي ساد ما كاين حد. رجعت عنده قلت ليه خويا راه كلشي ساد. قال لي لا راه قبيله شي 10 دقائق هادي باش راني حطيت عنده. راه نمشي دغيا للصال نمشي نجيب من عنده، راه غنتعطلوا على الجمعه وكذا. قلت نشوف. قلت ليه صافي سير خذ البيكالا سير تحرك ما تعطلش. فقط ارسل كلمه حلم او دريم على الارقام التاليه. ديك الساعه انا عطيته البيكالا وفرحان، تفكر راني في الفراش، تفكر في القفوزه في الدار، وهاديك تيو 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 مع الصباح. شويه تندير في المقاله هوب تلقاها داز 10 دقائق. ويلي على 10 دقائق السيد فين تعطل. عاوتاني تندير في المقاله هوب تلقاها ضربت نص ساعه. او الناس بداو يخرجوا من الجامع، السيد باقي ما جاش. الساعه انا صافي انا تنقلب هوك هوك ما بانش ليا السيد. خبر تنقول اش غادي ندير اش غادي ندير، اجي نبقى نتسنى هنايا الناس اللي غيكونوا طالعين من الجامع، غنسولهم على الامين مول الفراخ. تسول الاولاني اخوان السلام عليكم. خويا واش كاين شي واحد عنده الفراخ هنايا في العماره؟ اياه كاين. الله الله ارتاحي ترتاحي الحمد لله. ما عرفتش سميت ولا ما عرفتش سميت، المهم راه عنده الفراخ كاين الفوق. صافي ماشي مشكل الله يحفظك شكرا. مشى جا عاوتاني السي واحد جوج دراري طالعين في العماره، خويا الله يحفظك واش كاين شي واحد عنده الفراخ هنايا الفوق؟ اييه كاين وسميتو امين. لا محال وقال وسميتو امين.
رياح كيفاش ما سميتوش امين؟ واقيلا عارفينو بالكنيه ولا شي حاجه بحال هكا. المهم ما علينا. جا عاوتاني الثالث والرابع خامس تيطلع بحال هكا تنعاود نفس السؤال. انا يا صافي ديك الساعه ما عنديش امل اخر فهمتيني، خصني نسول الناس وصافي. تسولوا السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. الله يحفظك. شي واحد عنده الفراخ هنا؟ انا هو اللي عندي الفراخ. انا هو اللي عندي الفراخ هنا. قبا بقيتي نشوف فيه بحال هكا، لقيت واحد السيد طويل وشارف تقول كيفاش انت اللي عندك الفراخ خويا؟ واش انت بوحدك اللي عندك الفراخ في العماره؟ انا راسي اخويا اللي عندي هاد الفراخ في العماره. ما سميتكش امين؟ لا ديك الساعه صافي راه الليل عاليه وعارف ما سميتوش امين. تنقول ديك الساعه عرفتي تحس بلي بحال كتسمع الشمس العشيه المهيله تغوي بالله رفا. قلت غادي ندير غادي ندير، خليت السيد تطلع مشيت تنطل في الانترفون تنقول اول سيد اورا صونا بحال هكا تمشي نطل في الانترفون تنجي نشوف البلاصه فين صونا. عرفتي اش تتبان لي مكتوبه؟ تتبان لي طبيبه. طبيبة هي اللي صوني عليها. ملي تصوني على الطبيبة السكرتير اوتوماتيكمون تحل الباب. هادي زردة 5-5 هادي زردة 5-5 تبات لي الطبيبة تما عرفتي جاني الما في الركابي. صافي تنقول اش غادي ندير، مشيت عند العساس تنقول لي خويا واش هذاك خوني اللي شتيه معايا قبيلة؟ قال لي ما عقلتش عليك انت امتى دزتي من هنا؟ يا رد السنة وبيكار انا واحد السيد راه طلعنا لهاد العمارة هادي. لا خويا ما شفتهمش اخويا. تقول يا خويا الا جا شي واحد عنده هاد البيكالا بحال هادي الا شتيها الله يرحم بها الوالدين معيط لي عطيتو النمرة. مشيت عند اي واحد شافنا في الطريق دايزين تقول لي خويا هاك النمرة. المشكلة ديك البلاصة ما فيهاش كاميرات. دزنا من وسط الخلا باش دزنا لهاد العمارة. ادخونا نقول لك اول حاجة اغتنم الفرصة ديال الجمعة تكون الدنيا خاوية، ندارس المنطقة مزيان باش ينصب على بنادم. عرفتي هاديك الهندسة الاجتماعية صافي هاد النصبة هادي على المهم. ديك الساعة انايا كاعي تتعيط لي الوالدة خصني نمشي نطلع للدار العزوب طالع على رجليه. عرفتي واحد الاحساس فشكال 3 سنين وانا تنتحرك فيما تحرك غنتسخر تمشي بالبيكار غادي على رجلي. عرفتي واحد الاحساس ما شغنقول لك فشكال. مشيت بحال هكا طالع تندق طلعت الوالدة تشوفني ديبريمي ديال بصح يلاه غادي تقول لي مالك فين هي البيكار واه تغلق راسي تنوع و تنغوت الناس ديك الساعه تسمعوني تنبكي سحابوني من جدي ديك الساعه اللي تنبكي على واحد الهستيريا شداتني راه ما يمكنش. حتى واحد شويه مع شكون زغبوا الله وسمع ديك اللعيبه ديال لا راه تشفرات لي بيكالا وكانوا غير العيالات في الصالون. كاع هذوك المواسات اللي كانوا تيواسيوني بداو تقلبات كلها ضحك كلشي بدا تيضحك تسمع الضحك هنا تيضحكوا عليا وبنادم تيتشفى فيا صافي. يعني ديك الساعة راه بغيت الارض تشق وندخل وسطها طيروني التيسان طيروني التيسان. حتى ارتحيت واحد شوية ومشيت للبوليس باش نديكلاري. مشيت انا وجدي ديك الساعة مشينا كتبنا محضر وكلشي. واش غادي نلقاو؟ غادي نلقاو بزاف من ولاد الدرب تنصب عليهم بحال هكا بهاد النصبة هادي. نفس الشخص نصب على ولاد الدرب بزاف منهم فاش بيكالات تا هما. واحد مثلا انا نقول لك شنو دار ليه؟ كان غادي بحال هكا معليه مالي واحد كان غادي في الدرب ديالو شاف صاحبو عيط ليه خونا اللي في بيكالا ما تلفش ما سمعوش نصاب مشى تلقى المول بيكالا من ليه قال ليه شوف راه صاحبك راه تيعيط لك قال لك دابا بغاك خلي البيكالا هنايا انا حاضيها لك. السيد على نيتو بحالك خلى البيكارا بحالك ومشى تيتكلم من صاحبو لقاه نيتي دار مع الدور لقاه لي تيتسنى فيه قال لي مالك مالك؟ قال لي لا والو عيط لك انت راك في البيكارا مالك فينايا؟ قال لي راه قال لي واحد السيد مخلاه عنده بما نتكلم ليه. قال لي لا ما قلت لتا واحد يتكلم مشى تيطل تلقاه البرد وانت ناك سوقك وادخل سوق راسك وسير داب راسك حيت زعما خونا اي كيو ديالو طالع ديال بصح ايوا وهكا سالت النصبة ولكن كانت فيها الخير حيت الحمد لله من موراها بواحد جوج سيمانات بحال هكا كانت تماك هي البداية ديال الموطور ايوا صافي حيدنا علينا البيكالا ونسينا. المهم صراحة ما نسيتهاش ولكن المهم درت راسي بحال نسيتها ولكن اقسم لك بالله حتى غنعمر راسي بيك
هذه هي القصة ديالي مع البيكارا كيفاش تشفروالي. المهم شكرا حيت تبعتو القصة حتى الاخر. نتمنى نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. تهلاو نضحكوا صافي ما كيمد دابا ولا لا فين غتبقى تاخذ داكشي سيريوس غادي يوقع لك سكتة قلبية. اللهم نسى